والله الشارع مكسر، ما عاد حتى نقدر نمشي به. يعني هذا ما يأثر على حركة المواطنين بالمنطقة؟ بلا والله يأثر على محركاتها، وكلها المحركة مستكربة يكسره بعد بالزايد. ايش تطالبون من سيد محافظة ومن سيد مدير بلدية معنيين؟ نريد هالشوارع بس يبلط من هالشوارع، هذه نريده. والله الشارع مكسر، ينتظرون مطار ومطار ماشي، وبعد 100 سنة ماشي. زين، ما المفروض حاليا يتهيأ هو هذا الطريق، وخاصة بينه محكمة، بينه بعض الدوائر الحكومية، بينه بعض المؤسسات؟ طريق الدولي حتى على بغداد يطلع هذا من هوني على البوسيف على بغداد. طريق دولي عليكم على سياراتكم على والله طريق يحتاجه، يعني كل الطرق هذا بالطيران هنوك. ايش تطالبون؟ والله تبليطه تعميره، الناس هم تجي وين تستلم مواد غذائية يعانون منها، هذه صعبة عليهم، صعبة كثير صعبة. هذا طريق موصل من الغزلاني على البوسيف ويطلع على الحمام. الطريق بصورة عامة من البوسيف إلى حد الإشارة. يا أخي علوة، هسه أخذك بالسيارة مالتي وأشوفك الشارع، وشوف هسه الحمد لله قاعد معكم مطر، لكن إذا جاء المطر ما ينمشي، يمكن السيد يدري بي وداعينا وطالبنا وكذا 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 كذا، ساعة جاي يشتغلون به بماء المجاري، وهي صار له سنتين. يعني ماكو شارع انت تمشي به مثل هذا انظف واحسن من هذاك، وايش قد تمشي انت بعد لي جوا، وهاي كلها بيوت ومؤسسات وتكسرات وحفر، ومو بس طالبنا، مو بس طالبنا، لكن صرنا صدقه للجماعه بس ما يبلطونا. شنو السبب احنا ما عم نعرف يعني، وانت شفت هذا شارع، هذا شارع دولي اذا تقيسه تفهو على المطار، ولا والحمد لله مطار ماكو، وخلف الله على جهود المحافظ يعني مشكوره هاي الفتره بالنسبه للمطار، لكنه احنا ميسين يعني مساله المطار ميسين، لكنه انتم هسه ما تسوون المطار، سووا هاي ما تبقى هاي من الشوارع، هاي الطسات، هاي الحفار، هاي النقار.